تحية طيبة لكم مشاهدينا الأفاضل. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأنيس ديلي. طبعا عرفت مشاهدينا أن برنامجنا يتضمن مجموعة من الفقرات لننقل لكم من خلالها أهم الأخبار المحلية والدولية وأهم المواضيع اللي تهم أفراد الأسرة والمجتمع بأكمله. اليوم في موضوع العدد رح نتطرق إلى الحديث عن التلاميذ المقبلين عن اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والثانوي من ناحية التكفل بهم نفسيا وبيداغوجيا. كذلك رح نروح إلى مجموعة من الأخبار المحلية والدولية بالإضافة إلى فقرتي السوشيال ميديا والمراسلين. دون إطالة أحبتي الأفاضل، نروح إلى فقرة المستجدات ونستهلها بأخبارنا المحلية. وفي هذا الخبر، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمر أمس الأحد خلال رئاسته للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بإعادة النظر في منظومة النقل بكل أنواعه برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي المردودية ووجود الخدم وجودة عفوا الخدمات. وأسدى رئيس الجمهورية بتعليمات عن منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتى تشمل كل جهات الوطن، وهذا ما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين. وفي خبر آخر، ومع حلول تاريخ صب مرتبات الشهرية لكل فئة من الموظفين بما فيهم الموظفي بقطاع التربية أو العسكريين أو المتقاعدين وغيرهم من الموظفين، تتكرر أزمة ندرة السيولة في مراكز البريد والمواصلات والبنوك كذلك بولاية سعيدة، فنجد طوابير الانتظار داخل المراكز وحتى امتداد الطوابير إلى خارج المبنى تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى تعطل الموزعات الآلية تماما وأحيانا تتذبذب وأحيانا تكون في الخدمة. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية دواودة السيد عبد الحكيم الشارف صرح بأنه هنالك 4 مناطق ظل تابعة لبلديته الواقعة شرق ولاية تيبازا استفادت من مشاريع تنموية في إطار برنامج النهوض بمناطق الظل بغلاف مالي قدر بمليارين ونصف دينار جزائري على غرار بعض المشاريع التنموية البلدية والمشاريع الخاصة بصندوق التمويل ناهيك عن المشاريع القطاعية. وفي هذا الخبر، كشف النائب عن الجالية الجزائرية نور الدين بالمداح عن برمجة رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء الجزائريين العالقين بإسبانيا، وذلك سيكون يوم الجمعة 28 من شهر أوت الجاري من أليكانت نحو وهران. وأضاف بالمداح بأنه سيسمح بالسفر من الجزائر نحو أليكانت لكل من يحملون الجنسية في دولة من الدول الأوروبية أو بطاقة الإقامة بإسبانيا أو بأوروبا ولو كانت منتهية الصلاحية، وكذلك من يحملون تأشيرة التجمع العائلي. وفي خبر آخر مشاهدينا الأفاضل، دعت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين وزير التربية الوطنية إلى التدخل لمعالجة مطالب النقابة في ظل الوضع الصحي المتأزم، وتتعلق جملة المطالب بالتسوية الفورية لملف الآيلين للزوال في سلك مساعد التربية ومساعد رئيس للتربية وهو السلك الوحيد الذي لم تتم تسويته، بالإضافة إلى ضرورة إصدار رخص استثنائية للترقية إلى رتب أعلى وفق المسار المهني والشهادات المتحصل عليها، وكذا الترقية إلى رتبة مستشار التربية نظرا للكم الهائل من المناصب عبر كافة التراب الوطني. وفي خبر آخر، وزير التربية السيد محمد واجعوط أمضى قرارا يقتضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية إلى 31 من شهر ديسمبر القادم، وتقرر رسميا إسقاط خدمات الامتياز والإبقاء على الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية بسبب استحالة تنظيم انتخابات تجديد الأعضاء في الوقت الراهن.
وفي آخر أخبارنا المحلية، الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية يشهد ازدحاما مروريا رهيبا بعد الهجوم الكاسح على شواطئ المنطقة التي استقطبت أعدادا هائلة من المصطفين الذين توافدوا دفعة واحدة، وهو ما حول هذا الطريق إلى نقطة اختناق اختلطت فيها السيارات السياحية بالشاحنات التجارية. أحبتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى مستجداتنا الدولية، ونستهلها بشركة يابانية حاولت ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات لمواجهة وباء كورونا. هذه الأبواب تسمح بعدم ضرورة الأشخاص إلى لمسها، وخاصة مع عودة حركة الطيران حول العالم في وقت ما زال يشهد انتشارا واسعا لوباء كورونا. وهذا ربما ما دفع شركات الطيران إلى إيجاد حلول مبتكرة تقلل من احتمالية إصابة المسافرين بهذه العدوى. وفي خبر آخر، شكك معلقون سياسيون بالولايات المتحدة الأمريكية في توقيت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجازة استخدام بلازما المتعافين من وباء كوفيد-19 لعلاج المصابين به في ظل موسم انتخابي يشهد استقطابا شديدا. وكان قد أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء أمس الأحد أن إدارة الأغذية والأدوية أجازت استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بهذا الوباء الذي يسببه هذا الفيروس، مؤكدا أن هذا العلاج حقق نجاحات كبيرة. من الولايات المتحدة الأمريكية، أحبتي الأفاضل، إلى نيوزيلندا. وفي هذا الخبر، مثل اليوم الاثنين منفذ مجزرة المسجدين أمام المحكمة العليا في أولى جلسات النطق بالحكم بتهمة قتل 51 شخصا. وقال ممثل النيابة خلال الجلسة أن المتهم أخبر الشرطة بعد إلقاء القبض عليه أنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين، وأنه كان ينوي هجوم على مسجد ثالث وأراد حرق المساجد بعد قتل المصلين. إلى فلسطين، حيث أشادت مصادر فلسطينية أن سلطات الكيان الصهيوني شددت مساء أمس الأحد قيود إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم في وقت حذرت فيه حركة حماس من انفجار قادم. وصرح مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد بغزة رامي أبو الريش بأن وتيرة العمل في معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع تشهد المزيد من القيود التي فرضها الكيان الصهيوني. وبهذا الخبر أحبتي الأفاضل، نطوي مستجداتنا لأنهار اليوم. نلتقي بعد الفاصل في موضوع العدد. الأفاضل، أهلا بكم من جديد وبكل من التحق بنا للتو في موضوع العدد. كما تعودت في كل مرة أحبتي، أن مواضيعنا في أعداد برنامج الأنيس ديلي هي متنوعة، تخص الأسرة، تخص المجتمع. دائما نحاول ننقل لكم أهم المواضيع الأنية اللي نحسها أنها هي موضوع الحدث أو أنها تهمكم وتهم أفراد العائلة والأسرة جميعا. اليوم حبينا نحكي في موضوع العدد على تلاميذنا جيل المستقبل اللي راهم مقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الثانوي. للحديث أكثر عن طبيعة التكفل البيداغوجي من قبل الأساتذة بهؤلاء الفئة التي مرت بفترة استثنائية، يعني بعيدا عن المراجعة والدروس وملاقات الأساتذة، يعني بعد إعادة فتح المدارس عودوا التلاميذ لقوا مع الأساتذة دياولهم وراهم يراجعوا إن شاء الله في ظروف حسنة من خلال تطبيق البروتوكول يعني الذي اتفقت عنه وزارة التربية الوطنية. للحديث بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتواصل مع الأستاذة بايا كركار، أستاذة أدب عربي بثانوية البتاني المختلطة بمدينة الأربعاء ولاية البليدة. أستاذة بايا كركار، مساء الخير، أهلا ومرحبا بك. مساء الخير سارة، أهلا وسهلا بالجميع ومتتبعي قناة الأنيس الفضائية، شكرا على هذه الفرصة.
نعم، شكرا جزيلا أستاذة على تواصلك معنا. طبعا في مناقشة هذا الموضوع، يعني التكفل البيداغوجي، أستاذة بايا كركار، نحن نعلم جميعا أن يعني تلاميذ توقفوا عن الدراسة منذ شهر مارس، وأكيد أن الدراسة تصعب بدون أستاذ، حتى أنهم حتى وكان يراجعوا ما راحش يراجعوا بديمومة يعني يوميا، ولا حتى ما ينسوش، على بالنا بلي كاين مدة يتوقفوا فيها عن الدراسة، واسترجاع يعني المعلومات راح تكون صعبة لهم، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية اللي تسبب فيها هذا الوباء. أستاذة بايا كركر، لو نحكي يعني بعد إعادة فتح المدارس، عاودتوا استقبلتوا الطلبة تلاميذ عفوا من جديد، وراكم تراجعوا لهم لاجتياز الامتحانين في هذه المدة القصيرة يعني المخصصة ب 15 يوم أو ما يقل عن ذلك. كيفاش راكم أستاذة تشوفوا هذا التلاميذ يعني بعد عودتهم؟ راهم يعني شادين في راسهم، راهم مهيئين لاجتياز الامتحانين، ذاكروا استغلوا هذه المدة، طوال المدة اللي قعدوها في المنزل للمراجعة والمذاكرة؟ بداية أنا أشير من باب الأمانة العلمية سارة، أنا الآن أستاذة متقاعدة، ولكن على اتصال كبير مع زملائي الأساتذة في كل المواد وفي كل الشعب. أتحدث ما أعرفه عن مدينة الأربعاء، خاصة الثانويات، معناتها أبدأ بثانوية البتاني، وأنا على اتصال مع أساتذة ثانوية البتاني في اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الأدب العربي، التربية الإسلامية، الفيزياء، العلوم، الرياضيات، وباقي المواد التي ربما لم أذكرها. الكل على استعداد لاستقبال التلاميذ، وطبعا يوم الاستقبال أو العودة، عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، على الأقل المراجعة، لا أقول لأخذ كل الدروس أو تحضير لكل الدروس، أكيد الفترة قصيرة جدا، والعد نزولي الآن والأيام معدودات لامتحان البكالوريا، ولكن الكل مصر وعلى استعداد تام لأن يستقبل التلاميذ الذين يرغبون في المراجعة. يعني هذه الصبيحة فقط كنت على اتصال مع بعض الأستاذات، أستاذة في مادة الإنجليزية، أستاذة في مادة الإسبانية، أستاذة في مادة التربية الإسلامية. كنت منذ فقط 3 أيام كنت مع بعض أساتذة اللغة العربية، كان معي أستاذة اللغة العربية، كنت على اتصال مع أستاذة العلوم، أستاذة الرياضيات، لأن أصلا أنا عندي ابني معيد لشهادة البكالوريا، ما لا يهمني هذا الموضوع. كلهم على استعداد على قدم وساق للمراجعة، كيف عندي اتصالات بأساتذة محمد ملوكي تكنيكوم ثانوية الأربعاء في مادة الإنجليزية، مادة الفرنسية، كنت على اتصال معهم أيضا، هم على استعداد لاستقبال التلاميذ. لكن تعرفين الظرف الذي نمر به، يمر به العالم ككل، مع اخذ وسائل الوقايه والاحتياط، ارى ان التلاميذ حتى في هذه العوده ياملون كبيرا في مراجعه بعض الدروس، خاصه في بعض المواد، خاصه بالخصوص مثال اذكر اللغه العربيه، اذكر الفرنسيه، اذكر الانجليزيه، هذه المواد، التربيه الاسلاميه، حتى الفلسفه ايضا. هم بحاجه الى ذلك، الاستقبال سيكون طبعا محترم، حتى والتلاميذ الذين لم ينقطعوا عن الدراسه في هذه فتره 5 أشهر الى غايه 6 أشهر. انا ارى بان فرصه النجاح هذه السنه مش من باب من باب الاحساس، من باب التجربه، انها ستكون فرصه ثمينه، ستكون صحيح. فرصه
ثمينة للنجاح إن شاء الله لأبنائنا بدون استثناء. إن شاء الله أستاذة أبايا كركر. أستاذة لو نحكي عن، نظن أنك تشرفين على تقديم دروس تدعيمية لمجموعة من التلاميذ ضمن جمعية يعني خصصت تقديم دروس تدعيمية نقول بمبلغ رمزي خاص مراعاة للظرف الحساس يعني مستوى الدخل الاجتماعي نتاع الأفراد. نحكي على هذا الفترة تاع المراجعة، يعني هذا الظرف اللي راكم تقدموا فيه مراجعة طبعا في ظل لتطبيق تدابير الاحترازية والوقائية من هذا الوباء، كيف ترون هؤلاء التلاميذ؟ يعني راهم متميزين في المراجعة، راهم يعني كما نقولوا جايبينها راهم نص نص، ولا بين قوسين يسمحوا لي على هذا المصطلح راهم مبحرين؟ لاحظي ساره، وبصراحه شديده الكثير من الاساتذه في كل المواد الذين اعرفهم والذين اسمع عنهم كلهم، سواء من يقدمون بعض الدروس معناها تدعيميه من باب المراجعه، لا اتحدث عن الثمن، اتحدث عن المبادره من اجل مراجعه للتلاميذ سواء في بيوتهم او في بعض الاماكن مثل جمعيات هكذا بمبالغ رمزيه حقيقه، او الذين يقدمون بعض الدعم لهؤلاء التلاميذ. والله احيانا اتحدث عن نفسي مثال، اتحدث عن اساتذه اعرفهم بدون ذكر الاسباب في العلوم، في الرياضيات، في الفيزياء، في اللغه العربيه، في التربيه الاسلاميه، حتى عبر الهاتف، بمعنى مجان حضر الهاتف. ما اعرفه الان انطلق من ابني في بعض المواد الاساسيه، معنا اساتذه والله العظيم علوم، رياضيات، فيزياء، واقفين وقفه كبيره جدا وشجاعه، لانهم عندهم الاهل تاعهم، عندهم الاولاد تاعهم. رغم ذلك كي مثل انا عندما اطلب مراجعه استاذ في ماده معينه لابني او لمجموعه من الطلبه، مش بالامر السهل، ولكن يلبون النداء. ما اعرف عن نفسي من الذين اتابعهم شخصيا، سواء كانوا شعبه الاداب واللغات او حتى عندي العلميين، عندي رياضي تقني، رياضي، اقتصاد، سواء كانوا في جمعيه معينه بمبلغ رمزي جدا جدا جدا، او الذين استقبلهم بصراحه في بيتي، ما لم يفوتوش ربعه، ما انا باخذ وسائل طبعا الحمايه لبعضات التباعد مجانا، في مواد خاصه العلميه لابناء اساتذه ولا ابناء احباب ولا من يطلب بالمراجعه. طبعا ماهوش بالطريقه تاع السنوات الماضيه، كنا نستقبل الجميع، كنا عندنا اماكن، اخذ مثال مدينه الاربعاء، دوك الناس ولات تخاف. نعم دوك بسبب هذا الوباء الناس ولات تخاف. هادو التلاميذ استاذه راهم لقيتيهم كي بديتي تراجعي لهم، لقيتيهم يعني شادين ساتي الى الكلام، الكثير 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 استطيع ان اقول 97% 97% ثقه كبيره، اصرار كبير، تحدي كبير، وامل كبير في النجاح. عندهم العزم والاراده ان شاء الله. نعم، حتى عندما اعيد بعض المعلومات اجد المعلومات كلها موجوده عند التلاميذ وكلهم امل، حتى في عيونهم ما تتكلم، في عيونهم تتكلم انهم مصرون على النجاح باذن الله سبحانه وتعالى. في امر اخر ربما ولغ لاول مره الاحظه عن قرب، حتى الاولياء الاحظ بكثره هذه السنه، حرص الاولياء على طلب المساعدة، على طلب المراجعة، وأيضا أمل كبير عندهم أن أبنائهم سينجحون. أتمنى ذلك، كما يقال رب ضارة نافعة. الوضع هذا الاستثنائي ماهوش خاص بالجزائر أو خاص بالعالم كله. رغم ذلك أنا نلاحظ الإدارة الجزائرية أو الناحية
التربية والتعليم، مسؤول عن التربية والتعليم في كل مكان، من أكبر مسؤول إلى آخر إنسان في الثانويات هذو، يتمنوا شيء واحد لهؤلاء الأبناء، وهو النجاح كما قلت في البداية. هم أمل الأمة، أمل الأمة ورجال هذه الأمة مستقبلا. أنا أرى الإنسان هذه السنة، أعرف درست لي في كل السنوات، كل سنوات في بيتي، في جمعيات، في الثانوية، في كل مكان تكون فيه الفرصة سانحة، أرى في هذه السنة إصرار كبير، إصرار كبير على ضرورة الوصول إلى الهدف المنشود والحصول على شهادة البكالوريا. حتى بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط الذين لم يحالفوا منها وانتقلوا، أعرف الكثير من التلاميذ يحكوا للأولياء تاعهم، يقول لي هي فرصة ثمينة سأحقق فيها النجاح. جميل جدا. يعني أستاذ، حتى نقدر نقول أن هذه الفترة اللي قعدوها هؤلاء التلاميذ في المنزل بسبب هذا الوباء هي فترة يعني أكثر من كافية لمراجعة فصلين فقط، ولهذا نقدر نقول أن لمن أراد فالحظ يعني الفوز من حظه. لاحظي سارة، حقيقة هي فترة كافية وفترة بالنسبة للبعض يقول لك هي طويلة. صحيح. طويلة. أنا متعودوا فصل فصلين في السابق الاختبار، معناها تعودنا في السابق هذه الفترة تكون فترة تسجيلات في الجامعة، والتلميذ توصل إلى ما يصبو إليه. أيضا ما ننساش حتى الأساتذة في جميع الأطوار. نعم. وحتى في هذه الفترة هم يتعبون. صحيح. على الأقل ماشي، على الأقل من الناحية النفسية، لأنهم عندهم تلاميذ كونهم تعبوا معهم، يريدون أن يرون هذه الثمرة منها بسرعة. لكن هي فترة كافية وأكثر من كافية. هي فترة كافية وأكثر من كافية. أنا أراها هكذا. صح. فيها ضغط. كلها صعوبة. هي في الحقيقة فترة هذه شهدت، وهي فرصة ثمينة لتحقيق النجاح هذه السنة لكل أبنائنا، سواء الذين يجتازون شهادة البكالوريا لأول مرة أو الذين يعيدون هذه السنة. أنا ذكرت منذ قليل أنا عندي ابني يعيد السنة للمرة، يعيد البكالوريا للمرة الثانية قسم علمي. أقول له هي فرصة ثمينة. هي فرصة ثمينة تشبث بها، كما أقول هذه الكلمة للجميع. هي فرصة ثمينة للتفوق، هي فرصة ثمينة للوصول إلى ما يريده التلميذ، وبالتالي إن شاء الله تكون فرحة لأبنائنا التلاميذ، تكون فرحة للأساتذة، تكون فرحة للمؤسسة التربوية، حتى الإدارة. الإدارة ثم أن يكون أكبر نسبة نجاح عندها وصاهرة على هذا المجال. وأيضا فرحة كبيرة للجزائر ككل. إن شاء الله. نعم. أستاذة بايا كركار، باش ما نهمشوش تلاميذ يعني تلاميذ شهادة التعليم المتوسط، حبينا نقدموا نصائح عامة خلال هذه الفترة القصيرة تاع المراجعة، وكذلك نصائح يعني في أيام الامتحانات. نبدأ بنصائح خلال فترة المراجعة من حيث تنظيم توقيت مراجعة المواد العلمية والمواد الأدبية، التركيز على جميع المواد بغض النظر على زعم المواد الأساسية. المعامل يعني نعم ما نركزوش فقط على المعامل. هنا لو تقدمي لنا هكا نصائح عامة للجميع يستفاد منها كل من يشتغل. سارة، النصائح نفسها التي أقدمها لتلاميذ شهادة المتوسط تصدق وتصلح نفس في الوقت لتلاميذ شهادة البكالوريا. أعرف عدد من التلاميذ شهادة التعليم المتوسط لم يتحصلوا لا على المعدل خلال الفصل، رغم أن المعدل كان 9. معنى كان هدية أو الذين سيحضرون لهذه الشهادة. أولا المراجعة بانتظام، الاهتمام بجميع المواد كما قلت بغض النظر عن المعامل. ثالثا الاستعداد النفسي له دور كبير. ليس معناه أنني لم أحصل على المعدل في الفصل أو الفصل الثاني
انني لن احصل شهادة التعليم المتوسط، طبعا سواء المتمدرسين او الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة. عندي بالمناسبه عندي تلميذه هي سيده متزوجه مقبله على شهاده التعليم المتوسط. جميل جميل. قدمت لها يد المساعده كم من مره هي جاره. لما رايت اصرارها الكبير على النجاح في هذه الشهاده كونجيناري كما تقولوا بالفرنسيه، تعطي فرحت كثيرا. اقول ان من يصر على النجاح سيصل اليه. في شيء ثاني، في شيء ثالث هو العامل النفسي. انا اتمنى من الاولياء عدم الضغط الكبير عليهم في هذه المرحله. بقليل من التركيز بالمراجعه سيسيرون. بالنسبه لي شهاده البكالوريا هي الحدث الابرز، لانه يفتح الابواب امام ابنائنا التلاميذ من اطباء، من مهندسين، من صيادله، من اساتذه، من صحفيين الى غير ذلك. هادو كانت عندهم الفرصة الكافية للمراجعة. أطلب منهم كيف الأيام الأخيرة هذه عدم الضغط على أنفسهم، ومن الأولياء ألا يضغطوا عليهم، أن ينظموا أوقاتهم، أن يثقوا بالله أولا ثم بأنفسهم، أن من جد وجد. إن كان في أمر آخر نتأكد بأن أمر المؤمن كله خير، كله خير يعني بصراحة. وأتمنى لهم أيضا أتمنى منهم التركيز، لأن عند الامتحان التركيز مهم جدا، مهم جدا. الظروف كلها مواتية لهذا الحدث. كلنا معهم، كلنا ندعو لهم، أساتذتهم، أولياؤهم، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. هم بالنهاية أبناؤنا جميعا. نعم أستاذة بيا كركار، انتهينا من المراجعة وأتت أيام الامتحانات، اليوم الأول الامتحانات. أكيد الطلبة هنا راح يكونوا يعني مضطربين ربما من الامتحان. كاين بعض الطلبة أنه يستغلوا الفرصة تاع ما بعد الامتحان ليتلاقوا مع زملائهم ويبدأوا في النقاش عن الإجابات الصحيحة والخاطئة. نعم هادون حابين. كاين بعض التلاميذ، وحنا نظن أي واحد منا جاز عليها أنه يلحق للامتحان، يدخل قاعة الامتحان وما زال شد في يده كراس المراجعة. نعم واش نقول لهم؟ يعني نصيحة، هنا انتهى دور الأستاذ، هنا دور الأستاذ بقى فقط في تقديم النصائح في أيام الامتحانات. يعني واش نقول لهم في هذه الفترة حتى ما يتأثروش نفسيا؟ يعني هي نحكيو على التكفل النفسي بعد الفاصل، لكن من طرف الأساتذة هنا النصيحة تكون. من طرف الأساتذة أنا كأستاذة أتكلم عن نفسي، ومتأكدة أن كل أساتذة يشاطرونني هذا الرأي. أولا الأيام الأخيرة من الأحسن أن يبتعد التلميذ عن المراجعة، ويبتعد التلميذ عن شد الكراس والسهر إلى غاية الصبح وهو يحفظ أو يراجع إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن في الأيام الأخيرة مفروض ثلاث أيام الأخيرة أو أربع أيام الأخيرة انتهى الموضوع حتى يهيئ نفسه لهذا الامتحان المصيري. ما نرى هو يثق بالله ويثق في نفسه أنه ما وسع عليه الوقت فهو راجعه وهو متأكد منه، وأن يوم الامتحان ما دام راجع وما دام جد واجتهد متأكدة أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع ذلك التعب. مراجعة الأخيرة هذه والله مضرة جدا. أنا عن نفسي لاحظي لا أراجع للتلاميذ في الأيام الأخيرة، وأنصح كل تلاميذتي بما فيه معي، راهو ابني راهو يرجع للبكالوريا، راهو معيد، معناتها الضغط أكبر والبقية أن يبتعدوا عن المراجعة الأخيرة ديك ثلاث أيام أو أربعة أيام. أنا أنصح في الأيام الأخيرة الأكل الجيد، النوم الجيد، قراءة القرآن، الدعاء، ممارسة بعض الأشياء. طبعا احنا معنا مع الحظر هذا ما نخرجوش بزاف، ما نتلقوش بزاف، أكيد لازم
لازم، لان التلميذ ولا الوالي يحافظ على وليده في البيت تاعو في الفتره الاخيره باش يكون هذاك الابتعاد وباش تمر هذيك الايام بخير ان شاء الله وستمر بخير ان شاء الله. بعد الامتحان انا انصح في كل امتحان، في كل امتحان بعد الامتحانات بصفه عامه وبعد كل امتحان ان يبتعد التلميذ. ودائما اقول تلامذتي هذا الكلام، اقول تلاميذ الكلام، شوفي الان الذين اراجع لهم او اتعامل معهم اقول لهم دائما كامل الشعب اقول لهم هذا الكلام، احذروا من البحث عن الاجوبه بعد كل امتحان او المقارنه بين الاجوبه حتى بالنسبه الدخول في مواقع التواصل. لماذا؟ لماذا؟ من الاحسن بعد ما يتكمل كل امتحان ينتهي كل امتحان حتى في الايام الاخيره نترك الامر، نترك الامر للمتخصصين الاساتذه الذين يصححون هذا الامتحان وللمسؤولين الذين يسهرون على نجاح ابنائنا. وبعد الله سبحانه وتعالى نضع فيهم ثقه كامله. قلت لك لماذا؟ لان هذيك المقارنه بين الاجوبه وماذا فعلت، ماذا قدمت، ماذا كذا، تنقص التركيز، تنقص التركيز في المواد المقبله. من يدرك ان الجواب تاع علي او تاع احمد او تاع فاطمه هو الصواب؟ من يدرك من الجواب النهائي راهو يعرف التلميذ، يعرف التلميذ بما يجيب، خاصه التلاميذ المتميزين الممتازين. المتوسطين كيف يعني الان يعرفوا واش يقدموا، ولكن انا اترك المقارنه هذيك والجواب الصحيح والنقطه والتقييم للاستاذ المصحح. جميل. الاستاذ المصحح هو الكفيل، هو الكفيل بهذه الاشياء. التلميذ يعمل مدة الايام هذه ويترك بعدها الامر لله سبحانه وتعالى وللاستاذ وللاستاذ المصحح. إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذة بايا كركر على تواصلك معنا في هذا العدد للحديث عن التكفل البيداغوجي بتلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط والثانوي جيل الجزائر، جيل الأمة الجزائرية إن شاء الله. رسالة أخيرة في كلمة أو كلمتين تقوليها لهم للتوفيق والنجاح. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى وما توفيقي الا بالله سبحانه وتعالى، ادعوه ان يوفق ابناءنا جميعا في كل الشعب في كل شبر من بلاد الجزائر للاجابه الصحيحه، وتكلل جابتهم بالنجاح، وان ان يفرح الاولياء جميعا ويفرح هؤلاء التلاميذ جميعا ايضا. واتمنى ايضا التوفيق للاساتذه الذين سيحرصون سيصححون، ايضا لا انسى الطاقم الطبي الذي سيسهر معهم، جنود الخفاء من رجال الامن من اداره من عمال كلهم يوفقهم الله الى ما يحبه ويرضاه، ونجاح ابناء ونجاح هؤلاء الطلبه هو نجاح للامه الجزائريه التي اتمنى لها ولابنائها الصحه والعافيه والنجاح ولكل بلادي الإسلام والمسلمين والعالم ككل. وشكرا للجميع. شكرا جزيلا، نتمنى لك ولكل الأمة الجزائرية دوام الصحة والعافية. مرة أخرى نشكرك على تواصلك معنا الأستاذة بايا كركار. شكرا لك سارة. شكرا جزيلا. لقناة الأنيس، وأتمنى لها التوفيق أيضا. وأتمنى لها شهادة أكبر ونجاح أكبر وتفوق أكبر. وشكرا على هذه الاستضافة السنة الماضية، وهذه هذا يدل على مدى الأخلاق ومدى التميز ومدى أيضا ما يوجد في هذه القناة من أفكار ومن مواضيع تخدم أبناءنا وتخدم الشعب الجزائري ككل. شكرا جزيلا أستاذة بايا كركار. مشاهدينا الأفاضل، نتوقف عند هذه الجزئية في موضوع العدد، وللحديث بقية في هذا الموضوع نتحدث عن التكفل النفسي بعد الفاصل.
مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى موضوع العدد، لنواصل في مناقشة موضوعنا لنهار اليوم اللي حكينا فيه عن التكفل البيداغوجي والنفسي بالتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط والثانوي. للحديث عن التكفل النفسي بهؤلاء التلاميذ يتواصل معنا الدكتور رشيد أبو بكري، مدرب معتمد في التنمية البشرية مختص في علم النفس. أهلا ومرحبا بك أستاذ رشيد بوبكري. مرحبا بك أختي كريمة، مرحبا بكل مشاهديك الكرام. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا، عفوا أستاذنا. أستاذنا في الحديث قبل الفاصل عن التكفل البيداغوجي مع الأستاذة بايا كركر، يعني أخرجنا بمجموعة من النقاط اللي تأثر أو تحدث ضغوط نفسية للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانين، ونظن أننا راح نتطرق أكثر وبتفاصيل أكثر في هذه النقاط، يعني معك دكتور. نعم، بسم الله الرحمن بالفعل. فالطلبة كثيرون يعني دائما الامتحانات تسبب نوع من القلق ونوع من الاضطراب، ما نقولش اضطراب لأنه نوع من القلق، هناك نوع من القلق المدرسي، يعني الناس كيف يسبب هذا القلق الكثير من التوتر لدى كثير من طلابنا، خاصة إذا كان هؤلاء الطلاب الآن يزدادون امتحانات، هذا العام عام الوباء الذي ربما أثر كثيرا على كثير من الطلبة، زد كذلك طريقة المراجعة، فهذه كلها أسباب ما تؤدي إلى هذا القلق والتوتر. ومن هنا على الطالب الآن حتى يدخل إلى قاعة الامتحان بمعنويات مرتفعة، وحتى يدخل إلى الامتحان معنويات قوية يستطيع من خلالها أن يتعامل مع المعلومات التي راجعها وذاكرها وخزنها في ذاكرته، فعليه جملة من الأمور. الأمر الأول الكف من الاعتقاد بأن شهادة البكالوريا أنها شهادة حياة ومرض، لابد على الطالب أن يتعامل مع شهادة البكالوريا كأنه سيجتاز أي امتحان. البكالوريا ليست نهاية الدنيا، والبكالوريا ليست هي التي والبكالوريا ليست هي نهاية المطاف، بل ستكون بداية مطاف، وقد يكون المطاف هذه الرحلة التي سنبدأها رحلة جامعية بعد شهادة البكالوريا تكون أكثر صلابة وأكثر قوة من مرحلة ما قبل البكالوريا. لذلك لابد على الطالب أولا أن يكف عن أن ينجبها يا من جبهاش، يا أنا بعض الناس يقول أنا يا هي، فتروح متأفف لها على أمر. فتصحيح الاعتقاد وجعل الاعتقادات اعتقادات إيجابية، وهذه الاعتقادات الإيجابية التي تعطي للعقل نوع من الأريحية بأن البكالوريا ستكون سهلة بإذن الله تبارك وتعالى، البكالوريا ستكون أكثر تفاعل هذا العام، هناك الكثير من المعطيات التي هذا العام ستساعدنا على الحصول على شهادة البكالوريا، نوع من هذه اللغة. احنا دائما نقول الكف تصحيح تلك الاعتقادات الخاطئة نحو البكالوريا. الأمر الثاني الذي على الطالب أن يهتم به في هذه المرحلة بالذات وهو أخذ ما يسمى بفترات استرخاء. ضغط المراجعة أحيانا يعطي الطالب نوع من القلق بعد الطلبة، صحيح دائما نقول في فترة ما قبل الامتحان على الطالب أن يضاعف مجهوده، يضاعف هذا المجهود. مضاعف المجهود لا تعني عدم الراحة، لا تعني عدم النوم، لا تعني أن الطالب ينهك نفسه وينهك قواه. إذا كان أنهك الطالب قواه من خارج الامتحان سيجد نفسه منهك قواه، مليح أن الطالب في هذه المرحلة بالذات أنه يزيد من مجهود، يزيد من التركيز أكثر، يزيد أكثر من الاهتمام، لكن عليه أن يأخذ بالحين والآخر نوع من فترة استرخاء. فترة استرخاء جلسة بسيطة يجلسها الإنسان، يستلقي على فراشه ثم يأخذ نفس عميق، ثم يستجمع كل قواه ويتركيز فقط على ما يراجعه، ما يفعله في المراجعة، إما أن يستعملها أو يستعمل تركيزه فقط على جسده، أن يركز فقط على ارتخاء العضلات، أن يركز على ارتخاء الذهن، على ارتخاء مفاصل الجسم، لأن هناك قضية لا ينتبه لها الكثير من الطلبة، وهو أن تقلص العضلات يقل تركيز الإنسان، ولذلك دائما الرياضيين حتى يبدأوا مقابلاتهم بتركيز جيد دائما يدخلون في عملية تسخين وإرخاء العضلات، لأن الشد العضلي
ينقص من مهارات وقوة ذهنية لدى الإنسان. ومن هنا فإرخاء العضلات مهم جدا على الطالب الآن أن يجلس بينه وبين نفسه ثم يدخل في عملية استرخاء ولا تركيز داخلي، على يبدأ هذا التركيز الداخلي من الدماغ إلى الرأس إلى الكتفين إلى الصدر إلى البطن إلى الفخذين إلى الرجلين إلى كذا وهكذا، يمشي بهذا الطريق على أن يرخي كل ما كان فيه شد وفيه شد عضلات، عليه أن يعطي أمر لهذا المكان بأن يكون أكثر استرخاء. الاسترخاء مهم جدا، يأخذ فقط الإنسان 5 دقائق 10 دقائق في اليوم تكون إن شاء الله كافية لاسترجاع القوى. هناك ناس كذلك عن الرياضيين بقضية الاسترجاع، هذا ما يسمى الاسترجاع قوى ذهنية بعد مجهود كبير من المراجعة، لابد من أخذ فترة استرخاء حتى يسترجع الطالب نفسيته وذهنيته قوية. نعم أستاذ، اسمح لي دكتور راشد بوبكري، أنه هذه فترة المراجعة يعني فيها العديد من الضغوطات، ليس فقط يعني ما تفرضهاش عليهم فقط المراجعة، يفرضها الأولياء، تفرضها درجة الحرارة، وخاصة أنه هذه المرة موسم الاصطياف يعني تزامن مع إعادة فتح المدارس للمراجعة، تفرضها كذلك قصر المدة اللي بقات لهم للامتحان. ولذلك ما أتحدث فيه الآن يبعد مثل هذه الضغوط، ضغط الأولياء ضغط كبير جدا أكيد أعرف أن الأولياء الآن سيكون تجدهم ربما هم أكثر ضغط من الأبناء، يعني تجد من الأولياء أكثر ضغط. من هنا على الطالب الآن أن يركز على مراجعته، لا يركز على ما يقوله الأولياء، لا يركز الآن على فترة الوباء وفترة المراجعة وفترة الصيف وهذا العام تحرمت من كل شيء وتحرمت من كذا، فتركيز الطالب تشتيت بهذا الأمر سيجعل الطالب بعيد عن التركيز اللازم، وبالتالي على الطالب الآن تركيزه. دائما نعطي أمثلة بالرياضيين، دائما الرياضيين قبل الدخول في أي مقابلة يغلق عليهم، ما يديروا تصريحات صحفية، ما يقابلوا الناس، فقط اهتمامه فقط يسمى بالتركيز الذهني، بمعنى أن يجعل تركيزه كامل في وسط المباراة كأنه داخل المباراة الآن. الطالب الآن في هذه الفترة بالذات الآن كأنه تركيزه الآن داخل قاعة الامتحان، ما الذي سيعمله داخل قاعة الامتحان، كيف سيجيب على الأسئلة، كيف ستكون نفسيته داخل الامتحان. في طبيعة الحال يركز على ذلك تركيز إيجابي، فعندما يستطيع الطالب أن يجعل هذا التركيز الذهني من الآن على الامتحان، فدائما نحن نقول القاعدة ما تركز عليه تحصل عليه، لكن ركز فعلا على مراجعته، لا هم الآن لا ما يقول هي فقط يكون لديه برنامجه للمراجعة، يكون قد أخذ الحجم الساعي للمراجعة الكافية، لأن يعني الآن لا أظن ولا أعتقد أن الطالب راح يبدأ الآن المراجعة، الطالب راح يبدأ الآن المراجعة لو تأخذ كثير، يعني كل الطلبة بدأوا يراجعون من بعد رمضان، بدأوا يراجعون بعد ما أعلن التاريخ الذكوري، بدأوا في المراجعة الجدية والمراجعة القوية التي يمكن أن يكون، وبالتالي نقول فالتركيز الذهني مهم جدا حتى يستطيع الطالب الآن أنه يبتعد عن كل تلك الضغوط. مهم جدا الأخذ، أمر ثاني فقط هو أخذ قسط كافي من النوم، ما لازمش الطالب يسهر سهر كبير جدا، أسهر ما سهرش، لكن السهر اللي سهر إلى ساعات متأخرة تتوجه كذا وبعد، لا هذا ينهك القوى ويخلق الساعة البيولوجية عند الإنسان، فينم باكرا واستيقظ باكرا كما يقال، فيستيقظ الطالب بقدر ما تكون المراجعة في فترات الصباح الباكرة قد ما تكون فعالة أكثر. نعم جميل جدا أستاذ، نروح نحكيه على فترة أيام الامتحانات، يعني نعم نحكيه على أيام الامتحانات، الضغوط النفسية اللي يعيشها التلاميذ أيام الامتحانات، خاصة أنه يدخل قاعة الامتحان يحس روحه أنه ناسي كلش، كاين اللي يجوز اليوم الأول من الامتحان يشوف روحه أنه ما خدمش في هذيك المواد، يقول لك أنا من اليوم ما نزيدش نروح نجوز الامتحان، يعني يتوقف على اجتياز هذه الامتحانات. هنا كيفاش نهيئوهم نفسيا حتى أنه يقدر ما يخدمش اليوم الثاني، ويقدر حتى ما يخدمش المادة الثالثة ومادة أواخر المواد، ولكن يعني مش هو اللي يقيم نفسه. نعم رائع جدا. على الطالب الآن ما هو مطلوب منك أيها الطالب أثناء الامتحانات وأنت في أواخر الامتحان، هذا هو مطلوب منك، ليس مطلوب منك التقييم. من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها كثير من الطلبة أنهم يبدأون في تقييم أنفسهم بعد امتحان في أي مادة، يعني بعد امتحان في مادة يروح يقيم نفسه، يروح يشوف هو الجواب وش ما جاوبش، هو صحيح وش ما صحيح، وهنا تقع الكثير من الانتكاسات. لكن من بين النصائح المهمة النفسية التي نعطيها الطلبة
على الطالب ألا بمجرد أن عفوا بمجرد أن ينتهي من امتحان مادة ما عليه أن يكتب تلك المادة إلى الوراء، خلاص انتهت، يفكر في المادة القادمة التي سيكون فيها امتحان، لا خلاص فات ما تشوفش الآن ما قدم قدم، الإجابة سواء كانت خاطئة أو هي قدمت وهي بين يديه الآن بين يديه المصحح، لن تستطيع أن تغير في الأمر شيئا، ولذلك نحن دائما نقول قاعدة في قواعد الحياة، الأشياء التي لا نستطيع أن نغير فيها شيئا علينا بتجاهلها، يعني كل الأشياء الشيء الذي لا تستطيع أن تغيره تجاهله لأنك لا تستطيع أن تغيره، هذا أمر. الأمر الثاني في المراجعة في أيام امتحانات لابد على الطالب أن ينتبه لبعض الأمور لبعض المعاملة، فترة المراجعة انتهت الآن، على الطالب أن ينتبه إلى بعض الأمور، كما قلنا فترة الاسترخاء الصباحي مهمة جدا، يعني قبل الذهاب إلى قاعة الامتحان يجلس الطالب بينه بنفسه ويجعل فترة استرخاء لمدة 10 دقائق يفكر فقط في المادة التي سيمتحن فيها فقط، والأماكن التي كان يراجع فيها، الأستاذ المادة، إذا كان عنده زملاء كان يراجع معهم يفكر فقط في هذه المادة حتى يعد نفسه للدخول إلى قاعة. عند الدخول إلى قاعة الامتحان الطالب عليه ألا يربك نفسه بأي حمل حول، عنده أمرين لابد أن يركز عليهم، الأمر الأول هو شرب الماء، لابد أن تكون لديه زجاج ماء بين يديه فشرب الماء يغذي الدماغ بشكل جيد، والأمر الثاني التنفس، عليه أن يعطي النفس تنفس عميق، التنفس العميق يهدئ النفس من جهة، يعطي الأكسجين كافي لي يعطي أكسجين كافي للدماغ، والدماغ عندما يأخذ أكسجين كافي سيستطيع أن يتفاعل بشكل جيد، هذا أمرين مهمين جدا لابد أن تكون داخل قاع الامتحان. الأمر الثاني عليه أن لا يبحث عن تشويشات الطلبة، ما يهمكش ما الذي يفعله الطلبة داخل قاع الامتحان، ما يهمك ما تفعله أنت، لا يهمك إجابات الآخرين. دائما في قاعات التدريب أحيانا عندما ندرب دورة التحضير النفسي للطلبة نقول أجبت بإجابة ثم سمعت أحد الطلبة وتعرف أنه متفوق قدم أنه أجاب إجابة مخالفة لإجابتك، أقول لا تغير الإجابة إلا إذا تأكدت أنها خاطئة، مو مجرد قال هذا قال محمد بدل، لا لسه مطالب بأن قد يكون وقع في ارتباك هو ذلك، وبالتالي لا تغير إجاباتك الأولية حتى أوضح لهذه المعلومة، الإجابات الأولية في الغالب هي الإجابات الصحيحة، لا تغير الإجابات التي تأتي في البداية إلا إذا تأكدت أنها خاطئة، لأن في أغلب الأحيان دماغنا عندما نطرح أي سؤال خاصة إذا كان المذاكرة جيدة والمراجعة جيدة فالدماغ هو أصل المعلومة صحيح، وبالتالي على الطالب أنه الآن المعلومات الأولى ولا الإجابات الخواطر الأولى عن الإجابات التي تأتي هي الخواطر قد تكون صحيحة إلى 99% بنسبة قليلة تكون صحيحة إلا إذا تأكد الطالب أنها خاطئة. أمر آخر كذلك الطالب لا يتسرع في الإجابة، تسرع في الإجابة يجعل الطالب في قاعة امتحان متعب، وبالتالي أجب إجابتك، أترك ما دائما 10 دقائق ولا ربع ساعة في الأول ولا نصف ساعة في البداية الامتحان تقرأ أسئلتك بشكل جيد، أعد قراءة الأسئلة بطريقة جيدة، ثم بعد ذلك أبدأ إجابة، أترك لنفسك 10 دقائق ربع ساعة إلى مراجعة الإجابة التي أجبتها، وبالتالي الطالب إذا كان استطاع أنه خذ وقتك، لا يهمك الطلبة خرج ولا يسعى خلي حد يخرج، أنت عندك ساعتين خذ ساعتين ساعة كما أعطى لك، خذ حقك كامل كما يوقع، وبالتالي لا يتسرع الطالب في الخروج، لا يهمك ما يفعله المراقبون، لا يهمك ما يفعله الطلبة الآخرون، اللي يهمك هو تركيزك على قاعة الامتحان. في حال ذكرت معلومة قلت في حال إذا كان طالب كان داخل قاعة الامتحان وشعر أنه نسي المعلومات زي قلت لما يولف دماغه خلاص، لا ننصح الطلبة إلى أمرين، لأن إشكالية كثير من الطلبة خاصة في الامتحانات لا يعرفون كيف يتعاملون مع العقل أو لا يعرفون كيف يستجيبون المعلومة من الذاكرة، لا يعرفون كيف يحاول يصغر المعلومة من الذاكرة، نقول عليك بأمرين، الأمر الأول هو أن تترك كل ما في يدك، خلي قلم ساعك، حط القلم ساعك، أغمض عينيك وتخيل نفسك أنك تراجع في المادة، روح عاود ارجع بالخيال نتاعك للوقت اللي كنت تراجع فيه، هذا الأمر سيأخذ لحظات لأن العقل اللاواعي سريع جدا ويمكن أنه يذهب بسرعة إلى المكان، روح للمكان الذي تراجع فيه، راجع المادة وابدأ في مذاكرة المادة من جديد، مجرد العقل اللاواعي عندما يذهب إلى المكان هذا سيحاول لأنه يتعامل مع المعلومة كلية، سيأخذ كل ما في موجود المادة، وبعد ذلك عندما تبدأ في قراءة الأسئلة تسجل الإجابة جاءتك، هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان وجدت نفسك كذلك في قلق وتوتر تخيل نفسك أنك سلمت
ورقة الامتحان وكملت الإجابة وخرجت وخرجت قاعة الامتحان. أحيانا قاعة الامتحان تبقى عندنا ضغط نفسي، والضغط النفسي اللي يكون فيه الطالب داخل قاعة الامتحان يحجبه عن الإجابة. لذلك يصرى كثير من الأحيان صرا لنا أن نروحوا نقدموا إجابة، نديروا إجابات، ومن بعد ما نلقاوش إجابة نتقلقوا نروحوا نمدوا ورقة بيضاء. لكن بمجرد أن نضع رجلنا أمام الباب نتاع القسم جات الإجابة. لعله يعني تفك الدماغ، تفك منطق من الضغوط. أنا دائما نقول قاعدة، الدماغ لا يعمل تحت تهديد، الدماغ يكون مهدد، لأن حالة الخوف وحالة الارتباك التي يكون فيها الطالب هي نوع من التهديد يفهمه العقل، وبالتالي عوض أنه يفتح ما يسمى بالعقل التحليلي يفتح ما يسمى بالعقل العاطفي، كيف تدافع عن نفسك وكيف. لذلك على الطالب الآن أنا أتخيل نفسه أنه كان لو حرر نفسه من الضغط وخرج وكمل امتحان إلى ذلك ويعاود يضع الورقة من جديد. وهذه تقنيات نح طالبي نح الطالب يتعلمها. أنصح ب تكلم القبر على قضية الشد العضلي وعلاقاته بالتركيز. فأنصح الطلبة في هذه الفترة الصباحية كل يخرج من قاعدة كل يخرج من الباب يجعل بعض الحركات، حركات جسمانية، حركات تمدد، أي حركة تمدد، وهناك حركات معينة نعم. فيجعل بعض الحركات التمدد، يكسر رجليه، يكسر يديه، يكسر ركبته، وهذه قد تكون مفيدة جدا لفك الشد العضلي الذي يكون من جراء القلق والتوتر. نعم، شكرا جزيلا أستاذ عشير بوكي على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا. باختصار في آخر الحوار يعني نحكيه على بعد الامتحان الفترة اللي ممكن تكون أصعب فترة تمر على التلاميذ، هي فترة انتظار النتائج. العديد من التلاميذ يبقوا يحسبوا في المعادلات نتاعهم، العديد من النتائج يمدوا نقاط خيالية لحساب المعدل، وهذا ثانيك راح يكون لهم شكلهم ضغط نفسي ممكن أكثر من الضغوطات النفسية اللي يعني طيح عليهم أيام المراجعة ولا أيام الامتحانات. ما قول لا تحمل لك هم فما قدر يكون، يعني عندما خلاص الآن أنت جاوبت درت واش عليك، وكذا كان الإجابة صحيحة أنت عليك فيها القطع عند الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي يفعل كل شيء. قد تكون إجابات كلها خاطئة ويقدر شيء أقوى وتنجح الامتحان بطريقة أو بأخرى. لكن نقول ضغط نفسي وبدأ حسب المعدلات، لأنك يعني لا يمكن أنت أصلا مصحح قد ما تحسب، يعني كنت كده تحسب نفسك دائما. احنا في واحد مثل اللي يقولوا في العامية اللي يحسب واحد وشيطلو، نعم دائما يبقى له. فما دام كتحسب المعدلات اللي كده لما أصلا تزيد الروح مش تكون عازل مع نفسك بذلك الشكل، وبالتالي لسه مطالب بحسب معنا. فالأستاذ المصحح عنده معيار معين، عنده معيار للتصحيح، عنده نقاط معينه ولا طريقه معينه تعطى له في التصحيح ولن يخيبك. لكن قد تدخل عوامل اخرى في قضيه التصحيح، قد تكون اجابه صحيحه. نعم. يعني عندما يكون خطك واضحا، هذه مشكله اخرى من المشاكل التي يعني قد تكون تعتقد ان اجابتك كلها صحيحه، لكن خطك غير مفهوم وغير واضح، فان الاستاذ ان يفهم الاجابه الصحيحه، فخطك تفهمه معليش، الاخر يخرج يفهمه. وبالتالي نقول هذه الفترة بالذات على الطالب أن يكون أكثر استرخاء والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى الله عز وجل والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، ويكون يكون راضي بالنتيجة التي سيكون الرضا بالقضاء والقدر ما قدره الله سبحانه وتعالى. نحتاج النية الإيجابية مهمة جدا، تكون نوايا الإنسان نوايا جيدة. نعم. وقد تكون إجابات صحيحة 100%، لكن يجي تخرج فيها حالة ممكن تكون ما انتبهتش لها ولا تتحصل على النقاط المعارضة. لذلك لا يجوز أن الإنسان يدخل في نوع من القلق ونوع من التوتر، وعلى فقط الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يسترخي ويروح يقضي عطلته، إذا كان عنده شيء عطلة راح يقضيها، أو يفكر في أمور أخرى إيجابية، تفكير إيجابي فيما سأقوم به بعد البكالوريا، سواء أخذت البكالوريا أو لم أخذ البكالوريا. نعم، شكرا جزيلا دكتور رشيد أبو بكري على تواصلك معنا في موضوع التكفل النفسي بتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط والثانوي. شكرا جزيلا مشاهدينا الأفاضل، إلى هنا نختم فقرة موضوع العدد، نلتقي بعد الفاصل في السوشيال ميديا.
أهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل إلى الفقرة اللي ننقل لكم من خلالها مجموعة من الصور والفيديوهات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد في هذه الصور العثور على 425 قطعة من العملات الذهبية التي تعود للعصر الإسلامي العباسي خلال التنقيب في قرية عفوا يبنى المهجورة. وفي هذه الصور نشاهد ناشطين كويتيين ينظمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الفلسطينية بالكويت رفضا لتطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني. صور إطلالة جميلة على قرية المالحة جنوب غرب القدس والتي هجر منها أهلها عام 1948. نشاهد الصور. بهذه صور أحبتي الأفاضل نختم فقرة السوشيال ميديا، نلتقي بعد الفاصل في فقرة المراسل. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل وبكل من التحق بنا في آخر فقرة من فقرات هذا العدد، وهي الفقرة اللي ننقل لكم من خلالها الأخبار المتداولة عبر مختلف ولايات الوطن. واليوم في هذا العدد راح نطرق لثلاث ولايات. أول ولاية هي ولاية سيدي بلعباس التي تنقل لنا من خلالها زميلة بدرة مغربي تقريرا للجامعة الجزائرية، وهي تستعد لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة. جامعة سيدي بلعباس اتخذت إجراءات وقائية لازمة لتفادي تفشي وباء كورونا على مستوى الجامعة. إذن في هذا الإطار قامت جامعة جلال العباس بتحضير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك. المادية فيما يخص مواد التعقيم وفيما يخص مواد التنظيف، فيما يخص الجانب البشري كل الإمكانيات مسخرة لذلك من أجل تفادي تفشي الوباء. ارتأت جامعة جلال اليابس أن تتبع الخطوات التالية. يوم 23 أوت 2020 هو التحاق الأساتذة المناصب العمل عن طريق إمضاء محاضر الدخول يعني لإنهاء السنة، وكذلك تحضير الدروس عن بعد اون فيزيو كونفيرونس، وهي أرضية مفتوحة لكل الطلبة طلبة جامعة سيدي بلعباس، والذي يقدر عددهم بما يفوق 28,000 طالب كل التخصصات الموجودة على جامعة سيدي بلعباس.
فيها ما يفوق 21 ألف طالب مسجلين على مستوى الليسانس، 3500 ماستر 2، 4600 ماستر 1، و 2400 ماستر دكتوراه، وكذلك 4000 ما يفوق 4000 طالب على مستوى كلية التك. من سيدي بالعباس إلى مستغانم، وفي هذا التقرير مخاوف من انزلاقات للتربة جراء حفرة وسط منزل بمزغمران. التغطية للزميلة صباح بالجلالي ومحمد بطاهر. استيقظ السيد ناصر طاهري على وقع هذه الحفرة العميقة وسط حديقة منزله، مما أدى به إلى التوجه لمصالح البلدية والأمن وحتى الحماية المدنية بمزغران ولاية مستغانم، أين لم يحركوا ساكنا. هذا الوضع الذي يدعو للخوف، خاصة أن السيد ناصر طاهري أب لأطفال في مقتبل العمر. لذا يدعو ناصر السلطات المعنية النظر بجدية في هذا الأمر، خاصة أن السيد ناصر طاهري يقطن بمنزل هاش تقدم بملف سكن اجتماعي منذ سنة 2013. السلام عليكم. لنا رانا في بلدية مزغران، أنا راه عندي مشكلة، راني داير دوسي تاع السكن من 2013، ما كان حتى خبر، ما كانش اللي جاب عليا. راك تشوف فيه الحالة اللي ساكن فيها كي دايرة، وزيد هاد اليامات راهي حفرت لي حفرة لهنايا، تينار ولا واد ولا ما حسيناش. رحنا للسلطات، رحنا جبنا لابوليس، جبنا بومبيا، جا المير خرج تاع مدار راه مالادي، جبتها مدار شافها، قال لي سباغراف، قال لي لهنايا نجيب لك رومبلي وبلا حالك والسلام عليكم. مازال ما راه في ستية، مازال ما دار، ما كان حتى واحد. عندي الدراري يجي واحد يطيح لك لهنا ما كانش اللي يجيب عليك، ورانا قارعوا لهم. رحت عندهم للبارك، قال لك اودي دوك نجو دوك نبلعوها لك دروك منا. زيد راهي كاينه خرجت ليست تاع 160 واحد الناس براويه، حنايا الخطره اللي فاتت تاع اللجنه تاع السكن من 2015 ما خرجتش، واللي خرجوا في الليسته راهم من 2016 داو، من 2017 داو، انا من 2013 ما كان والو، درنا طعن ما كان والو. تروح تجري ما كانش اللي يجيب عليك، تسمى مادامك حي ما يجيبوش عليك، نهار اللي تموت باش عاد يقيموك. ومن مستغانم إلى الندية التي تشهد إقبال كبير من قبل العائلات والأطفال في افتتاح حديقة التسلية الجديدة بقصر البخاري. التقرير للزميل محمد بوزيد. افتتاح حديقة التسلية الجديدة بقصر البخاري جعلت العائلات في اصطحاب أطفالهم لتعويض ما فاتهم من فرحة وبهجة. الحديقة تعتبر المتنفس الوحيد والأول بالمنطقة، حيث شهدت حركة واسعة بعد إعادة الحياة لهذه المدينة العريقة التي تفتقر لأدنى شروط الحياة. بالمناسبة شفنا باللي قصر بخاري مدينة معزولة شوية، حسينا باللي راهي محتاجة تنفس أو فضاء اجتماعي. درنا هذا الفضاء اللي راكم تشوفوا فيه عائلي، ممنوع الدخول تاع هذوك الناس اللي طايشين ولا هكذا، كثرنا الأم كثرنا ذيك، قدرنا قد استطاعتنا. هذه الأرض ملكي درناها فيها، ما طلبت من الدولة والو، طلبت غير شوي يسهلوا لنا الأمور، ما يدروش يبعثونا في هذه الإدارات، واحد جاي وواحد رايح مش يعرف، لا تقولي درنا بومبا في قصر البخاري. وقعت لنا حادثة النهار الأول على كل، بالمناسبة بلك هذه عثرة من العثرات اللي وقعت، وهذه نقص في التجربة، خاطرش احنا منش أهل اختصاص، ولكن صلحناها بقدر استطاعتنا واتصلنا بكل اللي يعرف كيفاش يصلح الأخطاء التقنية اللي وقعت، والحمد لله على السلامة، ورانا طلينا على أولادنا ورانا متأسفين، خاطرش درنا هذا الفضاء باش يتنفس، ماشي باش نكسرهم، ونعتذر لوالديهم اعتذار رسمي ونقف معاهم بهجة. وهذه هي افتتاح هذه الحديقة، ستساهم في تنشيط المنطقة في استقطاب الزوار من مختلف بلدية الولاية، حيث أن هذا الفضاء الجديد ساهم في تشغيل اليد العاملة. شيء مفرح وشيء جميل أن نجد متنزه في مدينتنا قصر البخاري لكي يتمتع أولادنا بهذا الجو الرائع. لقد تأخر كثيرا، فكنا بحاجة إليه قبل زمن بعيد، ونقول في الأخير شكرا على القائمين بهذا الفضاء الممتع. يا أخوي هذه حاجة زينة، شرفت لنا البلاد، حاجة مليحة إن شاء الله، إن شاء الله نطلبوا حاجة أحسن من هذه، نطلبوا من المسؤولين إن شاء الله. كاين صوالح خاص كيما اللي كليراز راه في الطريق اللي هنا، راك شفتوه بالك، راك شفتوه، ما كاينش كاع الظن. والمسؤولين احنا عندنا هنا لا حياة لمن تنادي، ما كاين والو، حاجة كيما هذه نظام هما يحضروا هنا يشوفوها ويعمروا لنا البلاد هذه. البلاد راها حاجة، ما كاينش حاجة إلا هنا اللي تشرف. المواطنين هنا في قصر البخاري خرجوا نهار الأول أفواج أفواج،
يمشيو حتى 4 كيلومتر على رجليهم. اللي المويان ترونسبور وما كاش لا غالب. وراني ان شاء الله عندي مشروع باش ندير مواصلات من قصر البخاري لهذا المشروع تاعي. واذا كانت البلديه تسعى باش دير لي الكليراج هذه الاولى، والثانيه المواصلات خاش الناس راهم يمشوا على هكذا. اما الشعب كيفاش استقبلها بيروح روح كبيره. العائلات والأطفال تنفسوا السعداء واستحسنوا الأجواء الجميلة بعد حرمانهم من هكذا فضاءات تسمح لهم بالاستمتاع بالهواء الطلق. كما نتمنى في الأخير أن تعمم هكذا مشاريع بالمدينة والاستفادة منها لكونها تمتاز بمساحات شاسعة. بهذا تقرير أحبتي الأفاضل نطوي أوراق هذا العدد، نلتقي في الأعداد المقبلة. مبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وبزاف في والديكم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.